تحت شعار متاحف المستقبل إعادة التخيل والتعافي، انطلق العرض الموسيقي الافتراضي الذي نظمته وزارة الثقافة السعودية في العاصمة الرياض من المتحف الوطني بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف. الحفل الذي شارك فيه فنانون من السعودية والعالم امتزجت عروضه بين الموسيقى والغناء وأقسام المتحف التاريخي التي أخذت المشاهدين إلى رحلة موسيقية وثقافية مبهرة. إعادة التخيل والتعافي شعار أطلق على العرض الموسيقي الافتراضي الذي نظمته وزارة الثقافة السعودية من قلب المتحف الوطني في العاصمة الرياض بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف. صراحة شيء رائع جدا أنه في اهتمام من وزارة الثقافة عن طريق هيئة المتاحف بإحياء هذا التراث الرائع بوجود المتاحف، وطبعا وهذا الشيء بيتمثل كمان في التواصل مع الموسيقى، حيث إحنا بنحيي كمان الموسيقى الكلاسيكية سواء العربية أو الغربية. الحفل الموسيقي الذي بثته وزارة الثقافة من قناتها عبر منصة يوتيوب شارك فيه 6 فنانين من السعودية والعالم استطاعوا أن يأخذوا الجمهور في رحلة موسيقية ثقافية امتزجت بين عروض الموسيقى وبين قطع المتحف الأثرية وقاعات عرضه التي عادت بالمشاهدين إلى آلاف السنين قبل العصر الإسلامي وبعده وصولاً إلى توحيد الدولة السعودية. الأوبرا والمتاحف لها تواصل عريق صراحة في كل الدول في العالم، لأنه الأوبرا بمكانتها دائماً كلاسيكية وراقية وفيها شيء فخم، فخامة رائعة، ودائما نشوف هذا الشيء في المتاحف، وحتى دائما نشوف حفلات الأوبرا تقام في المتاحف. فأنا سعيدة جدا بوجود اليوم في المتحف الوطني بتقديم هذا الحفل الجميل. رفع مستوى الوعي بالأهمية الثقافية للمتاحف ودورها في حفظ التجربة الإنسانية وتوثيقها من أبرز الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها هيئة المتاحف السعودية، التي عملت على تعزيز حضور المتاحف في الفضاء العام بعد أن تأثر نشاطها حول العالم بفعل جائحة كورونا. من الرياض، نواف عزيز، العربية. للحديث أكثر عن الفعالية تنضم إلينا من جدة المغنية الأوبرالية السعودية سوسن البهيتي. أهلا بك معنا، صباح الخير. ويمكن هذا الحفل نقل الجمهور في رحلة موسيقية فنية عبر هذه الألحان والغناء. خلينا نتكلم كيف جاءت هذه المشاركة وردود الأفعال التي تلقوتها بعد هذا الحفل الافتراضي. والله كانت الدعوة الجميلة جات من هيئة المتاحف في وزارة الثقافة للاحتفال باليوم العالمي بالمتاحف، وطبعا لترابط الأوبرا، فن الأوبرا مع المتاحف بشكل عام، بما أنه الأوبرا كمان بتستعرض ثقافات وبتستعرض تاريخ الفن، فكان الأنسب أنه يتم الاحتفال بهذا اليوم الجميل بفن الأوبرا. حلو. طيب احكي لنا عن هذا الأجواء في هذا الحفل، كيف كانت؟ هل كان هناك اختيار لبعض الأغنيات التي ستؤديها كان من يعني تأليفك أو من مخصصة لك أنت تحديدا؟ والله أغنية الخاصة ما زالت قيد التنفيذ إن شاء الله، لكن كل القطع اللي أنا اخترت أني أقدمها في الحفلة كانت كلها قطع لفنانين آخرين. وطبعا تم اختيارها في الحفل للناس اللي ما تبعتش. طبعا كانت البرنامج كان فيه تقريبا 11 قطعة، غنيت منها 7 تقريبا. كان في منها الفرنسية زي من أوبرا كارمن أغنية هابانيرا، في أغنية مونكور سوفرا تافوال فرنسية من أوبرا سامسون إداليلا، ومن الجهة العربية غنيت الأغنية الأندلسية العريقة لما بدأ يتثنى بالطريقة الأوبرالية، وغنيت الأغنية العزيزة على قلبي اللي هي بغني فيها الوطني أغنية طلال مداح، أغنية وطني الحبيب. طيب. عايزين نسمع حاجة. تفضل يلا. حابين نسمع منك حاجة، خلينا نختار، بس يعني ممكن تختار لنا حاجة معينة، في حاجة في بالك ولا إحنا نختار؟
والله يعني في الأغنية الفرنسية اللي غنيتها تبعت كارمن جزء بسيط منها. حابين شيء أجنبي ولا عربي؟ أنا دائما أقول من يختار هو من يستمتع أكثر منا، وحتى أن إحنا نستمتع بغنائه، فلك مطلق الحرية. تفضلي، إحنا اللي راح نستمتع. طيب. باختياراتك. الله يخليكم، شكرا. L'amour est enfant de bohème, il n'a jamais, jamais connu de loi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Si je t'aime, prends garde à toi. أنا مع أني جونس بارلي فرنسي، بس يلا الحياة سعيدة. طيب خليني أقول لك، اليوم هل أصبحت الأوبرا هي فن مشترك اليوم؟ الحدث هذا الحدث الذي يضم متاحفنا، الاهتمام بالمتاحف، وهي ليست شيئا جديدا، ولكنه بالفعل أصبحت الأهمية أعلى وأكثر في الفترة الحالية عن السابق. هل اليوم أصبح هو ترويج وتسويق وإن كان عن طريق الأوبرا كلغة مشتركة للثقافة؟ طبعا يعني هو فيها دعم كبير للثقافة هذه، وفيها يعني ترويج بصورة إيجابية ورائعة جدا، إنه اللي نحتفي بالمتاحف اللي عندنا في وطننا والمتاحف القادمة إن شاء الله. فهو شيء جميل جدا إنه يتم هذا التعاون بيننا ليتم إيصال هذه الرسالة الجميلة. سوسن، اليوم الخليج مهتم بالأوبرا ولا إحنا كمن يغرد خارج السرب؟ بأمانة لا، صحيح ما كان لها وجود في الخليج العربي، وهذا سبب اختياري لها بالأخص، يعني بسبب عدم وجودها حبيت أقدم هذا الفن الجميل للجمهور عشان أعرفه عليه إن شاء الله. أي ما لا تصيرين بخيلة بالإجابة، أبي أعرف اليوم أنت لما تقولين والله أنا حبيت أتعلم هذا الفن، هل الآذان الخليجية أو العربية اليوم مستعدة إلى أن تسمع الفن الأوبرالي؟ بالفعل، يعني صراحة أكون صريحة معاكم، أيوة. أنا أول ما بدأت هذه المسيرة كنت متخوفة عفواً كنت متخوفة أنه ما يصير في تقبل لهذا الفن بسبب عدم وجوده في الساحة الفنية الخليجية. لكن سبحان الله، يعني زي ما أنا حبيت وزي ما كثير من الناس حول العالم حبت هذا الفن، كان لها الجمهور هنا كمان في السعودية وفي الخليج العربي لرقي هذا الفن والموسيقى الكلاسيكية، إلا ما يكون لها وقع جميل على الحس الفني عند كل شخص. طيب أكيد لك تجربة مع غناء السلام الوطني، ويعني قد إيه حفظتي على اللغة العربية السليمة وكمان في نفس الوقت الشكل الأوبرالي؟ يعني هل يصعب الجمع بينهما أو ما بتلاقيش صعوبة في الموضوع؟ لا صراحة فيها بعض الصعوبة، إيه؟ لا سيما أنه أصلا الأوبرا ما تعملت باللغة العربية. صحيح. من قبل، يعني إنه إحنا تعودنا مثلاً لما نغني أي أغاني عربية لها تكنيك معين، وعشان نيجي نطبق التكنيك الأوبرالي على اللغة العربية كان فيها بعض الصعوبة، لكن الحمد لله بشتغل عليها بشكل دائم عشان أقدر أطبقها بالطريقة السليمة. طيب. اليوم الغناء على مسرح مجهز للأوبرا يختلف عن موقع ما غنيتي اليوم، يختلف أيضاً عن مسرح آخر، تعتقدين إنه اليوم نحن بحاجة إلى دور أوبرا مجهزة؟ طبعاً بلا شك، يعني منها نستعرض المواهب الموجودة عندنا ونحتفل بالفنانين اللي عندنا كمان في دور الأوبرا. دور الأوبرا ليست فقط للحفلات الكلاسيكية الأوبرالية، لكن الحفلات الموسيقية الراقية بشكل عام والفن الجميل، وكمان عشان نستقطب منها الفنانين من حول العالم عشان يجوا ويقدموا حفلاتهم عندنا كمان. طب سوسن، خلينا نختم معها بحاجة وإحنا نودع الجمهور. إيطالي كيفش؟ يلا لا خلاص بس إيطالي. يلا سريعا، لا هذه المرة عربي. يلا تفضل، هتحققي لي أمنيتي. بأمالك. روحي وما ملكت يداي فداه، وطني الحبيب وهل أحب سواه.
وطني الحبيب، وطني الحبيب، وهل أحب.